أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم هو الاثنين الموافق 3/4/1440 مقابل 10/12/2018، رقم الحلقة 407 بعنوان دراسة وتحليل لكتاب إظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي. الحلقة السابقة تكلمنا عن المؤلف ومتى ولد وفاته، وذكرنا المناظرة التي حدثت اسمها المناظرة الكبرى بينه وبين فندر، ثم عرجنا على شيء مما كتب في كتاب إظهار الحق وما حرف الكتب الربانيون والأحبار في كتاب التوراة لعلمهم بنبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم المكتوبة لديهم وفي العهد القديم والجديد، وأنهم حاولوا أن يكتبوا بطريقة تخفى على العامة ولا يفهمها إلا الدارسين مما يختص بنبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتبوا عن إبراهيم وامرأته إلى آخره، وبينوا أن إسحاق عليه السلام يعني ذريته، وبينوا أن إسماعيل يعني غير محروم البركة من الله إلى آخره، تجدون ذلك في سفر التكوين في بداية سفر التكوين. بينوا طبعا أن الله سبحانه وتعالى قد بارك إبراهيم ونسله إلى آخره. طبعا تكلموا عن هاجر وسارة وأنها كانت أمه إلى آخره، وهذا يعني لديهم أشياء حتى هناك افتراءات على الأنبياء، سنذكر ذلك لاحقا إن شاء الله، وما ألصقوا بهم التهم حتى يبررون جرائمهم وأخلاقياتهم وأعمالهم الأخلاقية. الحقيقة لمن يجهل الكتاب المقدس باختصار شديد كما أسلفنا أنه ليس هو يحتوي الكتب التي نزلت على الأنبياء كما ينبغي، كتب موسى عليه السلام أو التوراة كما هي مبينة فيها سفر العدد والخروج والتثنية واللاويين إلى آخره، ثم يأتي بعد ذلك يعني كتب أنبياء وثم العهد الجديد والأناجيل الموجودة لدينا وهي متى ومرقس ولوقا ويوحنا، هذه التي يعني اتفقوا عليها، ثم يأتي بعد ذلك رسائل بولس، وبولس الرسول بولس هو شاول الطرطوسي الذي كان يضطهد المسيحيين القدامى، ولكنه قال أنه رأى كان في طريقه إلى دمشق ورأى المسيح في شكل رؤيا، القصة المعروفة، وقال له لماذا تضطهدني إلى آخره، ثم آمن به وذهب وكتب الرسائل، وكتبوا غيره الناس الرسائل، وما
ما يعملها أكثر النصارى هو من تعاليم بولس أكثرها. هم يقولون أنه رسول، يسمونه الرسول بولس. طبعا بالمناسبة هذا له علاقة بذلك، ذكرت في حلقة سابقة أعتقد أنها 404 شيء من جزيرة العرب، لأنه كان الكلام هذا له علاقة بالكتاب المقدس. وقلنا أن جزيرة العرب هي جزيرة محاطة بالمياه من كل جهات هذا الجزيرة في الأساس، لكن قد تكون أرض محاطة بالمياه من كل جهاتها وتبقى جهة بسيطة لو قورنت بالجهات الأخرى لكانت شيء بسيط، فتقرب وتكون جزيرة. نقدر نطلق على جزيرة مثال ذلك عندما تقسم الحساب قسمة على قسمة، فإنك إذا بقي 6 من 10 يقرب إلى 1 صحيح، 8 في 10 كذا، ولكن بالنسبة لجزيرة العرب الباقي في الشمال لا يعني شيء بسيط، فتكون المياه المحاطة بأرض العرب وجزيرة العرب هي أكثر يعني من 85 إلى 90%، ويبقى شيء بسيط فتعتبر جزيرة. بينما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا المشركين من جزيرة العرب لم يبين وقت معين، فهم بقيوا أيام الصحابة وفي اليمن وهذا اليهود طبعا، لكن المشركين شيء غير اليهود. وهناك البحر الميت بنهر الأردن بجزيرة بحيرة الطبرية، ومن ما يحير أو يذهل أو ما يدل على نبوءة الرسول أنهم يريدون أن يشقون من رأس العقبة بحيرة أو قناة توصل إلى البحر الأبيض المتوسط من الجهة حتى لا تتحكم فيهم قناة السويس، وهناك نهر الفرات ودجلة يمتدون من رأس الخليج العربي من جهة الكويت إلى أن يصل إلى تركيا في البحر. فسبحان الله يعني هي جزيرة الآن بحكم بحارها المحيطة بها أكثر من اليابسة تعتبر جزيرة، وكذلك عندما تكتمل فتكون جزيرة حقا. فهذه مما يدل على نبوءة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما المشركون فمن يقول إن مع الله إله آخر فهو مشرك، سواء كان ذلك من النصارى أو من اليهود أو من غيرهم، حتى المفرق في الدين يعتبر بنص القرآن مشرك. يعني أحببت أن يعني أستطرد في هذا الأمر لأن لك لهذا الكلام علاقة بدراستنا في كتاب أظهار الحق، لأن كتاب أظهار الحق له علاقة بالنصارى وجدالهم مع المسلمين ومن بدأوا به في العصر الحديث، المناظر الكبرى بين الشيخ الهندي رحمة الله كيرواني وفندر. فندر طبعا هو أمريكي ولكنه أصبح إنجليزي وغير مذهبه كما أسلفنا. إذن هذا ما أحببت أن أقول، والكلام بالنسبة لجزيرة العرب له علاقة بالكتاب المقدس. هذا ما أحببت أن أقول في هذه العجالة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.